حدث اجتماع مع السيد رئيس الحكومة ومع السيد وزير الفلاحة والسيد وزير المالية على الظروف اللي كيمر بها القطاع ديال المواشي، كيفاش المواشي ديالنا، كيفاش تصح الحالة الصحية ديالهم، واش كاين الوجود، واش كاين الكثرة الواجدين على قرب العيد، الأثمنة كيفاش غادي تكون، كيفاش كاين حاليا، كيفاش غادي تكون الأثمنة من بعد. كنعرفوا بأن المغرب كيف جميع الدول اللي حدانا كلها كتمر في واحد الظروف صعبة ديال نقص ديال الامطار في الظروف هذه، في الاقتصاد اللي صعيب ماشي سهل، ديال لا الاغلام لا البقار ولا الفلاحه ككل. اذا هذا هو اللي جا التعليمات ديالو ديال السيد رئيس الحكومه للكسابه الفلاحين جميع الناس اللي دخلوا في هذا القطاع اللي كيدخلوا كلهم، كيفاش خصهم يتعاملوا مع الظروف اللي مازالنا هذه الفتره هذه حتى العيد ان شاء الله ولا من بعد العيد، لان الغرض ديالنا هو الكسب ديالنا خصو يبقى. الكسب اللي مشى في ديك الفتره اللي كانت ديال الجفاف ولا فتره ديال الكوفيد اللي كنقص خصنا نوليو نعوضو، خصو يولي يتخلف. المشاكل عاوتاني كلها ديال التسويق، كيفاش غادي يكون ان شاء الله في التسويق ديال العيد، كيفاش خصهم يكونوا التسويق، كيفاش يكونوا دي بوان دو فونت، ماركت اللي غيوقع فيها البيع ديالك كيفاش خصو يكون، باش ما يوقعش المستهلك يمشي عاوتاني يتاح في يد عاوتاني مضاربين، ما يوقع ما بين الكساب كيف كيخرج الكسبه من عنده كيفاش كتوصل حتى للمستهلك، ما خصهاش عاوتاني يكونوا مضاربين في الوسط. دونك هذه النقطات اللي دوينا عليهم اليوم.